رجعت الكره من جديد، سفيان حناش الى كره عاليه جوه المنطقه، هنا الاستلامه وهنا الهدف وهنا الهدف وهنا الهدف. فرايا هو اللي واقف على تنفيذ الضربه الحره، يلفها عاليه جوه المنطقه، جوه المنطقه الثاني، جوه المنطقه الثاني، جمال حركاس على مرتين يوسع لنفسه هشام ابو سفيان. يا ولد عدى 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 ابو سفيان، لعب عرضيه وهو الهدف الثالث، هو الهدف الثالث.